اندماج الأهلي وسامبا سيخلق الكيان المصرفي الأكبر في الشرق الأوسط من ناحية الأرباح، ما هي التفاصيل تجاه هذا الاندماج؟ بداية نحن نتحدث عن توقيع اتفاقية الاندماج الملزمة بين الطرفين في 11 من أكتوبر، وهي طريقة الاندماج دمج سامبا في البنك الأهلي ونقل كافة الأصول. الكيان الجديد سيكون البنك الأهلي التجاري وانقضاء مجموعة سامبا وإلغاء كافة الأسهم. نحن طبعا نتحدث عن التوقعات بأن يتم إتمام هذه العملية من الاندماج بحلول النصف الأول من عام 2021، ودمج الأعمال الفعلي سيكون على مدى الثلاث سنوات القادمة. معامل المبادلة هو كل حامل سهم في سامبا سيحصل على 0.7 أو 0.74 سهم في الأهلي، وتعويض مساهمي سامبا بأسهم جديدة سيتم ذلك من خلال أسهم العوض التي ستصدر من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال ل 44.8 مليار ريال، وزيادة عدد الأسهم المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.5 المليار سهم تقريبا، يعني زيادة ب 49% من رأس المال. معامل المبادلة يعكس قرابة 1.2 ضعف من الانتانجبل بوك فاليو بالنسبة لمجموعة سامبا كما في نهاية يونيو الماضي. سعر سهم البنك لأغراض الاندماج هو 28.45 ريال، عم نتحدث عن بريميوم ب 3.5 النقطة المئوية مقارنة بسعر الإغلاق بالثامن من أكتوبر، و 23.7% كبريميوم مقارنة بسعر الإغلاق في 24 من يونيو الماضي. إجمالي قيمة أسهم سامبا في الصفقة هو 55.7 مليار ريال. طبعا نحن نتحدث عن تقييم إجمالي قيمة أسهم مجموعة سامبا المصدرة بحوالي 55.7 مليار ريال، وهذا هو البريميوم بحدود 3.5%. وطبعا هذا الاندماج هو خاضع أيضا لمجموعة من الشروط ومن الإجراءات. دعونا نتحدث عن الأرقام المالية. بداية إجمالي الأصول سيبلغ 837 مليار ريال، الإكويتي 120 مليار ريال، سيكون أكبر بنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث صافي الدخل، سيوفر 800 مليون ريال من التكاليف، والتكاليف النقدية غير المكررة للدمج ستبلغ 1.1 مليار ريال تقريبا، وسينتج عن هذه الصفقة تخفيض تكاليف بأكثر من 9%. من ناحية أيضا موضوع الحصة السوقية والتوب لاين، التوب لاين للكيان الجديد سيسيطر على 20% من الحصة السوقية أو مجمل الإيرادات يعني، ونسبة القروض للودائع 82%. البنك الدامج سيصبح الأكبر في السعودية بقيمة سوقية ستصل ل 171 مليار ريال، بناء على طبعا سعر الإغلاق اللي كان عند 38.50 ريال سعودي. حصة مساهمي البنكين بعد الاندماج، الأهلي 67.4%، سامبا 32.6%. كبار المساهمين في الكيان الجديد البي اي اف ب 37.2%، ولدينا أيضا المؤسسة العامة لتقاعد ب 7.4%. هذه تعتبر أكبر، هؤلاء هم أكبر المساهمين في الكيان الجديد الذي سينتج إذن عن اندماج الأهلي وسامبا لتشكيل أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط من ناحية الأرباح.